فوالا عدنا. السلام عليكم، تحياتي لكم اخوان متتبعين قناة شوف تيفي مباشرة من شارع مغربي مئة، ماشي مغربي، مئة مغربي. وهذا الشارع هذا يعني كاين في بريسو، هذا الشارع هذا كاين في بريسو. وكنت دايز وبان لي واحد المطعم زويون، هذا المطعم هذا يعني مغربي 100%. غندخلو وغادي نشوفو كيفاش هاد المطعم كداير وكيفاش تحل وقتاش. لحقاش انا من المعجبين، تنجي انايا بالضبط، كنجي انايا دائما، تنجي كناكل هنايا في هاد بريسو هذا، يعني تنجي مع العائله ديالي، كنجي مع الابن ديالي، كناكل يعني ماكولات اللي هي في المستوى. ولكن انا عين في الاطلاله ديالي جيت لهذا المطعم هذا، يعني يا سلام يا سلام، مطعم جميل جدا، يعني دخله مغربيه 100%. وهذا المطعم ان شاء الله نبقاو نجي عنده ان شاء الله نهار الجمعه باش نشوفوا يعني الطبيعه ديال الكسكس ديالو المغربي كيفاش داير. غادي ناخذوا بعض الكلمه من مول المحل ديال مول المطعم. السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي لك، معك مباشره على المباشر قناه شوف تي في. بغيناك تعرفنا على الاجواء ديال هذا المطعم هذا، واش يلا حليتي، واش قديم، الميدان ديال كيفاش، واش اكتسبتي عن الاب ديالك، ولا ديجا انت كانت عندك يعني هذه الموهبه ديال الطبخ وهذا الشيء ديال الريستورون؟ انا طباخ. السلام عليكم سيدي، مرحبا، تفضلوا لبسمو. المهنه ديالي هو طباخ دوبي 20 داني، شاب كوزين تراديسيونيل لي جواز فرونسيز واكله مغربيه. دونك حنا يسين اون سورتو سبيسياليتي دو لي بواسون سمك اي لو كوسكوس لي طاجين اي ان بو دو كوزين فرونسيز تو سكي دي اسكالوب لي بولي لي جواز لي اسكالوب. يعني كدير حتى الاكله الفرنسيه البلجيكيه سي صح؟ كنديرهم هنا دابا يا بلوس دو اكله مغرب سو بون سي فري ماجوريتي ماروكان، كنديرو اكله مغربيه وكنديرو اون بلوس سكو كوني سي اليش لي بولي لي جوا افيك لا سوس لاكمان اي اون في دي ليون دي كريي اون دي ستيك دي اسكالوب دي لاميز. برافو. كنديرو الطاجين، في دي طاجين كالامار، كنديرو طاجين كفته اكله مغربيه، كنديرو طاجين فيوند انيو فاسون غومير اون ليجيم، كنديرو طاجين كرينو. تفضل سيدي. مرحبا مرحبا، كما كنشوفوا عندك دي ريزيرفاسيون هنايا، غادي يجيوك الناس يعني حاجزين ديجا الطوابل وهادي. فوالا كما كتشوفوا السمك يعني تبارك الله زعمي، يعني المرقات يعني مسائل على ما يرام، النظافة يعني في المحل يعني كله نظافة تبارك الله، ماشي زعما يا يعني نقى، يعني ماشي زعما يا تبارك الله صلى على النبي. هانتو هنايا الشاي المغربي والبريردات تبارك الله، عندي لي طابل ريزيرفي، يعني باقي ما بغيتش يعني عندو المحل ريزيرفي هنا في العشية. فوالا سال فاميليال، وي برافو عليك، يعني حتى الديكوراسيون يعني ديكوراسيون اللي هي خفيفة وزوينة بنفس الوقت. الياقوت من المغرب، من المغرب وي. هذا المحل الاسم ديال هذا المحل سميتيه مغربي، اسم مغربي ولا سميتو ديليسيا؟ منين هذا الاسم ديليسيا هذا؟ سان اوروبيان روسي اون بو دير ان بو دو تو، سا توش ان بو دو تو ديليسيو او نيفو دو لا كوزين اللي عنده دابا شي لانيفيرسير ولا هادي، يعني بو تيليفوني بو ريزيرفي ان بلاص، يعني باش انه يجي الويكاند. ها ندير لي زانيفيرسير، جو في دي باتام، كنت دي باتام تو لي فوندو دي سامدي، جي دي زانيفيرسير فانتين ترونتين دو بيرسان، كنديرو مان غاتو، نديرو مان منو ان بيفي فوا اور دوفر، باسكو جو سي ان اور دوفر ا فولونتي، دونك كنديرو مان اور دوفر فولونتي افيك دو سومو فيمي دو بوسون جاركوتري. On fait un peu de tout, des salades marocaines, des salades européennes, du thon, un peu de tout. On a aussi, on fait la soupe de poisson, on fait le harira, de l'huile. كل شيء ما يتعلق. Un peu de tout, voilà. ما كتفكرش يجي شي نهار دير شي محل في المغرب؟ بوكا ان شاء الله، سي فري المغرب مزيان، سيرتو في الكولتور.
ان شاء الله سي اوبورتونيتي تو فا بيان مزيان وحدي باش ندير شي حاجه ديال بلاد البوزيتيف حاجه مزيانه فوالا يعني اللي كما كتقول لك اخت خديجه لادريس فين كاين هنا ري دي مولان نيميرو 31 كابريسو سي لا ري دي مولان نيميرو 31 كابريسو سي دو غون ليج يعني لو فاندغودي ان شاء الله سيغي سيغتان توجدنا الكسكس المغربي باش نشوفو نعرفو الناس ديما عندنا لو كسكس بلي فاندغودي ونلفيها باسكو بون كاين ناس بلوس كي دوموند لو كسكس لا تراديسيون لي ماروكان وي ديما كنديرو ديما سيدي مرحبا بكم ان شاء الله تاكلو معنا كسكس ماروكان 100% ان شاء الله شكرا لك شكرا اخي حنا بطبيعه الحال طاقم الشيف تي في تيقول لك شكرا هذا المطعم الجميل وان شاء الله يوم الجمعه غادي نكونوا حاضرين معاه هنايا باش نشوفوا الكسكس المغربي كيفاش داير وكيفاش حاضر هنايا بلجيكا كان معكم مراسل قناه الشيف تي في محمد رضا يضربكم ايضا ان شاء الله يوم الغد ان شاء الله في موضوع اخر تحياتي لكم.